هيتلفلف بقى بيعمل شبكيش. لك امي انت كلمه بتاخدك وكلمه بتجيبك، اوام قدرت تاثر عليك وتلعب بعقلك؟ طولي بالك امي، بس مدري شلون حاسس كاني غلطان بحق للمخلوقه. شو يعني؟ يعني ندمان؟ ما بدك فاطمه؟ لا امي مو هيك القصد، يعني شو القصد لكان؟ اوام قدرت تاثر على عقلك؟ يا امي مو على عقلي، على قلبي. ما تتخيلي هالمخلوقه قديش ظريفه وبنت عالم وناس، قديش كريمه وبنت قصور. والله حرام تتبهدل يا امي. امي خلص اذا بتعزها خليها، والشرع حلل لك اربعه، فهمها هالشي. واذا قبلت هي بتضل معي هون بالبيت، وانت بتسكن انت وفاطمه بالبيت الجديد. معقول هيك؟ ما هيك امي؟ شو رايك يا امي؟ امي امي فكر، الله يرضى عليك، وشوف شو بصير معك واعطيني الجواب. لا حول ولا قوه الا بالله. البيت الجديد اللي دفعت خالي اكثر من حقه، الله حرام. عبدو يا عبدو، ما بدك تفطر؟ خي شايفتك مانك مبسوط. لا 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 تقبريني مبسوط، ما في شيء، بس هو امبارح كان قلقان ما نام منيح. ايوه ايه. يلا ام فاطمه مشينا، بدنا نروح على السوق نكمل. يلا يلا تقبريني. يلا حرام. وعم تنسى العشاء ها؟ فاطمة طابخت لك يبرق بالعصعيص من تحت ايديها، اوعى تنسى. يلا يلا. مساك تقبرني، مساك هالكباية من ايدي. الله يسلم ايديك يا مرت عمي. صحة. من ايدك ام فاطمة ولا من ايد فاطمة؟ شو؟ شبنا؟ على حساب انت عاملتي له الكبة بايديكي، بدي تقبريني خدي. قولي له تفضل ابن عمي هالكبة من ايدي. تفضل ابن عمي هالكبة من ايدي. ربي يسلم اليدين يا فطوم، ايدين ما نعدمهم ان شاء الله. شايف لكم يا جماعة، بقيان عمي بس اللي ما اعطاني قرص كبة. يفرض عليك شو بتحب النكتة يا صهري، خذ هاي رص مني. خذ الله يسلم ايديك. شايف يا امي كتروا كثير، شايف لك خليهم يلفونا اياه وناخذهم معنا. يلا عليه، بركة من ايد فاطمة، الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يديمك، الله يسلمنا اياك. Ooh.
كان اكو فطمه بيعطيني الكبايات ما اشرب اخر شيء. بالضبط. وين؟ عبدو 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 انا رح اجنها انا رح اجنها. لك شوفي شوفي عن جد عم تسالني شوفي في انه بنت الناس ملحوشه لحالها بالبيت ملحوشه بين اربع حيطان المحبوسه بسجن القلعه مبسوطه اكثر منها في انه من المغرب محضره القعده والعشاء مثل ما اتفقنا امبارح ورميتني ورحت تسهر برا. حرام عليك عبدو حرام عليك. شو عملت لك لتعمل فيي هيك؟ قلي اه شو عملت؟ قلي قلي عبدو تعا امي تعا مالك ابرك من امك تقبرني. اهلين يا امو اهلا وسهلا الله يخلينا اياك. اهلين تقبل قلبي ان شاء الله. الله يرضى عليك يا رب. الله يسلمك. الله يمطرك رضا يا امي. ايه سيدي يهنيك يهنيك تقبرني. خير يا عمو شو صاير؟ راحت انت طلعت من هون وقال شو زعلت ليش انت ما صالحتها قبل ما تروح لبست اواعيها ومشي. شلون يعني مشي؟ شلون يعني؟ يعني حرده. يلا منيح خلصنا اجت منها احسن. شلون يعني حرده؟ وين بدها تحرد المسكينه؟ المخلوقه مزعله ناسها واهلها وحارتها وين بدها تكون حرده يعني؟ نجدة جاب الأغراض؟ الظاهر رح تعمل احتفال حقيقي. لازم أنا حروح جيبه. الله يسلم ايديك يا عمتي فاطمة. تقبر قلبي مو انا اللي طابخه فاطمه الله يرضى عليها. كنت تقبرني كنت بغزه. الله يخلينا اياك يا رب. سهلتين وانا صغري. اهلين سهلين. بس كيف بدك تقبريني من هون؟ يسلموا ايديك ليك وما لهم صحه. لا بلا كمان. شو خانم؟ بين انت هون مشرتيني سيجارتك وقعده كمان مو على حساب حرتي؟ ليش لا احرم؟ هذا بيت جوزي وانا عم بستنى. بالله استني بعدي استني. على كل الله يستر هو نفسه ما يترك البيت.